في بلدنا شيخ اتخذ جماعة وصار أميرا لها، وفي كل منطقة جعل له أمراء يوالون من والاهم ويعادون من عاداهم ولو كان على السنة، فهل هذه هي الحزبية؟ أي نعم، يعادون من عاداهم ولهم من أهل السنة، هذا ليس من صفات المسلمين. المؤمن يحب ولو كان بينك وبينه سوء تفاهم، تحبه من أجل إيمانه. نعم.